هتوحشونا ابو حسين، بس احنا دايما هندعي لكم ان ربنا يوفقكم وينصركم. نحن اخوه يا اخنازي، وانتم بالقلب على طول العمر، وما راح ننسى ابدا يلي عملتوه. ايه ده يا ابو حسين؟ هاي لا تموت. اذا بتتفضل انس النضال واثنين بقلبه. بعيد الشر عنك. اذا حدا وقفكم على الطريق بتقولوا بس رايحين ندفن هالجد بالشام. وهي ده تصريح. هي تصريح بالدفن، تفضل. وابو القاسم مش هيستنانا على الحدود السوريه؟ لا، هو حاسسكم باوتيل بعيد عن عيون الناس، وهي ده عنوان الاوتيل. راح ببيته الليله هونيك، وبكره الصبح بتروحوا طوالي على مصر ان شاء الله. طب دلوقتي احنا ما معناش اوراق، هنعمل ايه على الحدود السوريه؟ هيدي هويتكم، ما حدا بيقدر يوقفكم ابدا. رح بتمروا مثل ما تمر الشعره من العجينه، مش هيك بتقولوا بمصر؟ وهيدا تليفون خليه معك، اذا صار معكم شيء بتحكيني، ونحن بعشر دقايق بنكون عندك. ربنا ما يحرمنا منك ابو حسين. يلا لدور. مش مصر عن طريق لبنان ليه؟ ايه اللي يودينا سوريا؟ ما نقدرش نروح لبنان دلوقتي يا ابراهيم، الحاله هناك ما تطمنش. ازاي يا باشا الكلام ده؟ بلبنان دي زي الفل. ده انتوا ميه، ما تعرفوش ايه اللي بيحصل في البلاد اللي جنبيكوا؟ ما تعرفوش ايه المشاكل اللي بتحصل في لبنان؟ يا باشا انا عارف ان في مشاكل في لبنان، حضرتك فاكرني منفصل عن المجتمع اللي انا عايش فيه؟ ده لبنان مولع. والله برافو عليك يا ابراهيم، برافو عليك فعلا. ايه المشاكل بقى اللي تعرفها؟ هيفاء وهبي ورولا سعد رافعين على بعض قضايا ومقطعين بعض في المحاكم. اصل مدير اعمال هيفاء يا باشا سابها وراح اشتغل مع رولا. هي دي مشكله لبنان يا حيوان. مشكله لبنان ان فيها كذا طايفه. طايفه ازاي؟ لا مؤاخذه يا باشا، مشكله لبنان ان دول واعيين مع دول، ودول مش طايقين دول. قوم دول عايزين يطلعوا دول عشان يركبوا على دول، راحوا دول ضاربين في دول. دول بقى قوم اتحالفوا مع دول عشان يخوفوا دول،
دول يسكتوا؟ لا. يا سلام، اداب السياسه دي بحر. انت عارف يا باشا، انا كنت اقعد قدام التلفزيون طول الله برسم وما فهمش حاجه خالص. بس عايز اسالك سؤال كده يا باشا، المؤاخذه يعني، قال ليه دول ما يوقفوش مع بعض لا مؤاخذه قدام دول وقفه راجل واحد؟ والله يا عبد الجليل ده لا اكتر واحد بيفهم فيكم. طلعت ميح. سيبك من دول سعادتك، خليك معايا انا اقول يا باشا. اقول اسرائيل بقى ايه اللي يهمها؟ ان دول يقعوا مع دول ودول يقعوا مع دول، كلهم يقعوا مع دول. ما هي الفرجه والتحزب دول يا نجيبيه هم قافه الامه العربيه والاسلاميه جمعاء. علشان كده ما قدمناش غير ان الامه العربيه والاسلاميه تكتف وقف ورا دول، ساعتها دول هيعملوا لنا مليون حساب. طب وهي سوريا دي فيها دول ولا فيها دول؟ سوريا ما فيهاش غير دول. احنا لا لينا دعوه بدول ولا لينا دعوه بدول. امال لينا دعوه بمين؟ بدول. في نهاية الطريق هنلاقي نقطة تفتيش لبنانية، في ناس مستنيانا هناك، عارفين إن إحنا جايين. هما دول اللي هيعدونا من نقطة التفتيش السورية، حوالي 2 كيلو. ودول يا باشا ما عندهمش دورة مية؟ لا مؤاخذة يعني، أصل أنا محصور. إيه يا جحش أنت؟ في بنات معانا، ما تنقي ملفظك. أمال عايز يقول إيه يعني؟ ما يقول عايز أخش التواليت. تواليت؟ وده يعرف يعني إيه تواليت؟ ده ما عندهمش حمام في بيتهم أساساً. أقف يا إبراهيم، أقف شوية. والمرة خلي النضال تفك عضلاته. انزل عبد الجليل، ريح نفسك ورا اي صخره ولا اي مصيبه. وانا يعني اللي حامل فيها امع، انا هنزل افك يا باشا. فك ولا مكتور احسن؟ اصل انزل انزل. عن اذنك يا حسام، اصل محصور. انت براحتك يا باشا. في مكان ليه يا رجاله؟ اتفضل يا باشا. وسع شوية يا حسن. ايه ده؟ شلالات نياجرا.